تأليف ورسم هاجيمي إيساياما، قصة نجاح عالمية تحمل الكثير من التشويق والأسرار التي ربما لا يعرفها الجمهور بحسب موقع سكرين رانت الأمريكي. فالعمالقة التقوا بأبطال أفنجرز في تعاون بين شركة النشر اليابانية كودانشا ومارفل، إذ ظهرت شخصيات هجوم العمالقة في سلسلة قصص أفنجرز المصورة عام 2014. وفي عام 2015 حضرت الصين عرض هجوم العمالقة وأعمالا أخرى بسبب ما وصفته بجرعة العنف الكبيرة. ويقال إن موقع أحداث القصة التي تحمل طابعا أوروبيا مستوحى من مدينة نوردلينغن الألمانية المحاطة بسور يحميها. فالعمل يضم 3 أسوار، ماريا وروز وشيا. نهاية مميتة تماما كمسلسل صراع العروش. فقد ذكر مؤلف المانجا أنه لا يهتم إن أنهى العمل بقتل كل أبطاله، إلا أنه عدل عن رأيه بعد النجاح الكبير. المانجا لهجوم العمالقة تعد الأعلى مبيعا في اليابان منذ صدورها عام 2009 بطبع 100 مليون نسخة في أنحاء العالم.